معنا المتصل عبد الكريم، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال للشيخ واحد فقط. أرفع صوتك شوي عبد الكريم. سؤالي، طال عمرك الوالدة الله يحفظها طول عمرها نذرت إن بعد التخرج من الجامعة أن تذبح لي، والآن لي تقريبا 3 سنوات وهي الآن تبي توفي بعهدها بنذرها. السؤال، هل وش الأفضل، هل تتصدق فيها ولا تعزم عليها الأقارب، وهل على تأخيرها شيء؟ على حسب نيتها، إن كان نوتها للفقراء والمساكين يجب عليها أن تخرجها للفقراء والمساكين كاملة ولا تأكل منها شيئا. أما إن كانت ما نوت أنها للفقراء والمساكين ولا نوتها لأحد فلا بأس أن تأكل منها وأن تطعم من حولها، تتصدق على الفقراء منها. نعم. طيب، بقي شيء عبد الكريم؟ طيب،